أهلا بكم اليوم نتحدث مع فضيلة الدكتور في موضوع المآلات وإدراك المسلم للمآلات تحدثنا مع فضيلتي في حلقتين كاملتين على مسألة الواقع وإدراك الواقع ومحاولة تغيير الواقع من عدمه وأمور متصلة بهذا المفهوم اليوم نتحدث عن المآلات التي وقد نعتقد في البداية أنها تكون مبنية على إدراك الواقع سنتحدث على مفهوم المآلات وماذا يحدث لمن لا يراعي هذه المآلات وكيف علينا كمسلمين وكشعوب ومراكز ابحاث عربيه واسلاميه ان تراعي هذه الامور وهذا المفهوم مرحب بفضيله الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور عليكم اهلا بكم مولانا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مولانا هل يمكن ان نبدا التفكير في المآلات بعد مرحله ادراك الواقع وبالتالي فان لم يكن هناك ادراكا صحيحا للواقع فلن يكون هناك استشرافا صحيحا للمآلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك جانب نظري وهناك جانب عملي في محاوله ادراك المآلات. يقول الامام الغزالي في كتاب له لم يطبع بعد ولكن نقل عنه ابن برهان وغيره اسمه حقيقه القولين للامام الغزالي يقول ان قدره المجتهد على تصور ما سوف يحدث من حكمه واجتهاده تختلف من مجتهد الى مجتهد اخر وطبقا لقوه التصوير وتوليد الصور والمسائل يكون قدر المجتهد فكلما كان المجتهد قادرا على ان يتصور ما الذي سيترتب عليه هذا الكلام وكلما اختبر كل صوره من الصور حتى تحقق الجميع وفي كل الاحوال المصلحه وكلما تنبه الى ما كان خفيا على بعضهم ولم يخطر على باله كل ما كان أعلى في رتبة الاجتهاد ممن لم يخطر على باله هذا التصور الكلام اللي بيقوله الغزالي ده بيقولوه دلوقتي علماء الإدارة تحت عنوان في اللغة الإنجليزية creative إيماجينيشن التصور الخلاق التصور المبدع يعني عنده قوة لربط المعلومات وقوة للتخيل وقوه للتصور لمعرفه المالات ما الذي سيحدث في هذا المجال هذا كلام الامام الغزالي وهذا كلام علماء الاداره عندما تاملوا في الانسان وكيف يقوم عمله ومن هو الذي ينجح فوجدوا ان هذا الذي هو صاحب التصور المبدع او الخيال الخلاق هو الذي ينجح اكثر ممن ليس عنده هذا التصور المبدع والخيال الخلاق. نرى هذا ايضا عند ابن عاشور في مقاصد الشريعه. يتكلم عن ما يمكن ان نترجمه نحن بعباراتنا ان على المجتهد او المفتي اذا ما اراد ان يقوم بافتاء معين ان يختبر هذا المجتهد فيه او المفتى فيه قبل ابرازه قبل ما يطلع بيه على الجمهور قم هو يبحث بينه وبين نفسه ويشوف ما الذي سيترتب على هذا فلو انه ترتب عليه شيء القواعد سليمه الحسابات سليمه الا ان النتيجه ستؤدي الى مصيبه على طول يراجع حساباته ويقول في غلطه انا مش واخد بالي منها لان المفروض ان ما توصلت اليه من احكام شرعيه مرعيه او من فتاوي حقيقيه تجيب المصالح مش تجيب المفاسد طب الحكايه دي قد تاتي بالمفاسد او لابد ان تاتي بالمفاسد يبقى في غلطه في حاجه احنا ناسيينها في حاجه احنا مش مدركينها ما دخلناهاش في حسابنا فهي سبب التناقض ده ده خلص كلامهم بالشكل ده وهم بينبهوا ان احنا ما نتعجلش في هذه الدعوه الا بعد التمحيص الدراسه حتى نتاكد من مآلات الاحكام ومآلات الفتاوي ومآلات كذا وكذا ولا يكفي اطلاقا ان اكون قد سرت على القواعد اللغويه والاصوليه مع النصوص حتى اصل الى شيء واذ بالشيء ده يصطدم مع ذات نفس النصوص ويصطدم مع الواقع ابدا لا يرضى بهذا الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي عبر القرون أعطي لك مثلا مثل منهم عندما لا يدرك الفقيه الواقع هذه واحدة مثله لما ظهر كان في واحد يمني اسمه أبو الحسن الشاذلي ده غير الشاذلي بتاعنا احنا اللي مدفون في حميثراء كان تملي أي واحد اسمه علي يبقى اسمه أبو الحسن. أي واحد م. كنيته كده أبو الحسن يبقى علي. فلازم الراجل ده كان اسمه علي وشاذلي الشاذلي كان في أواسط القرن الثامن الهجري. أبو الحسن الشاذلي مات 656 وهو ذاهب إلى الحج أبو الحسن الشاذلي اللي هو إمام الطريقة لكن ده 700 وشوية. ففي القرن الثامن. أبو الحسن الشاذلي ده كان من العباد وبعدين شوية حبة بن وقعوا في ميه مغلية كان عاملها عشان يتوضى بيها شرب الميه سهر الليل فراح على الله ده ده دي عملت صهللة فتنبه إلى نبات البن وأصبحت القهوة العربية بتتعمل بالطريقة دي إنك تنقع البن في ميه مغلية قوم إيه تطلع قهوة لما هذا السائل هو سماه إيه بقى قهوة الصالحين يعني إذا كان الخمرة بتتول الواحد وتذهب عقله دي بتنشط الواحد وتخليه يعان على قيام الليل وعلى العبادة وعلى الذكر حاجة حلوة أوي فدي قهوة قهوة يعني خمر بس قهوة في اللغة يعني خمر فسموها قهوة الصالحين لما راحت لغاية الحجاز لما راحت لغاية مصر بقى اسمها قهوة بس وكلمة الصالحين دي ما بقتش موجودة راح للشيخ يا مولانا القهوة ايه رأيك فيها الشيخ ابتدى يتكلم كلاما لفظيا لا علاقة له بإدراك الواقع فهل القهوة يا ابني حرام القهوة يعني خمرة في الكتاب وانت بتقول لي قهوة يبقى قهوة حرام وطلعت الأقوال طيار كبير إن القهوة حرام ليه لأنهم تعاملوا معها تعاملا نصيا بعيدا عن إدراك الواقع صحيح جه واحد لما ابتدت الفتاوى تختلف لا لا ازاي قاعد اذا كنا احنا كنا بنشربها في الحجاز وكانت بت بتعمل ضد هذا فابتدى العلماء يتنبهوا الى انهم عندما صدرت هذه الكلام انما صدر بطريقه لفظيه غيب عنه ادراك الواقع وغيبوا عنه ادراك الواقع يعني اكتفى بالنص اللي هو اللي انا تملي اسميه الفكر الاعرج مم. هو اكتفى بالنص المقدس بقواعده تمام ما نقولناش حاجة ولكن غاب عنه ان يحقق المناط ده شكله ايه فواحد من علماء الازهر حبس عشرة من الطلاب وخلي بالك الورع اللي, اللي متملكهم عشرة من الطلاب وداهم بيت بعد صلاة الفجر وعمل لهم القهوة دي وسقاهم وقعد يبحث, يبحث معهم في العلم كل ما يشربوا كل ما يصهللوا وكل ما التركيز يزداد بعد النهار وكل حاجة قال الله ده بتعمل عكس اللي بتعمله الخمر المحرمة فبدأت الناس تبيح عارف احنا خدنا كام سنة في الحكاية دي 200 سنة 200 سنة كل ده بسبب عدم إدراك الواقع واقع الشيء عدم الحكم عليه بشكل صحيح ما انتوبش بقى لا أدي لك مثال تاني لما ظهر الفوتوغرافي مم. تصوير والفوتوغرافي راحوا مسمينها الصورة وقعتنا بيضة الصورة في النصوص يعنى بها التمثال المعبود يبقى الصورة حرام يبقى ده حرام والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنهم يساعدون على الشرك وعلى الوثنية التي نريد أن نخلع الناس منها يبقى الراجل بتاع الاستوديو عم حسين اللطيف اللي هو بيصلي كل فرض فرضه في المسجد أشد الناس عذابا يوم القيامة طب ليه لإني أدركت اللفظ النص ولم أدرك حقيقة الواقع تمام تمام يا فياتي سيدنا الشيخ محمد بخيط المطيعي مفتي الديار وحامي الزمار رضي الله تعالى عنه يقول له يا جماعه ده الواقع ما لهاش دعوه باللي موجود في النص قالوا ازاي؟ فراح مؤلف كتاب اسمه الجواب الشافي في اباحه التصوير الفوتوغرافي وقال فيه ده احتباس ظل انت بتقف قدام الكاميرا في ضوء بيجي عليك بينعكس على حاجة اسمها الورق الحساس الورق الحساس ده بيلقط صورتك وانت بتمشي زي المراية ما هتحبس صورتك وانت تمشي افرض انك وقفت قدام المراية حرام قالوا له لا مش حرام قال طب مشيت حرام قال لا مش حرام قال طب المراية حبست صورتك حرام قالوا لا مش حرام قال له ما ليه الحرام بقى ما هو دي ما هي هي كده وسمها احتباس ظل وقال لو كنت عايز وشوف الدقه بتاعته الجواب الشافي في اباحه التصوير الفوتوغرافي مش التصوير اللي موجود في اللغه اللي محرم لعله واضحه جليه معقوله مطلوبه ان نخرج من ضيق الدنيا وسنيه الخلق وكذا الى اخره الى توحيد الباري سبحانه وتعالى فانا عايز اقول لسيادتك انه ده نوع من انواع غياب الواقع اللي بيؤثر سلبا في التعامل مع الاشياء ده عبارة عن ايه عبارة عن ضاع الواقع منه في امثلة تانية mm -hmm أه. آه يا ريت يا مولانا مثال اخر خاصة ان احنا الجزئية دي ما زلنا نعاني منها حتى الان مشكلتنا ان احنا بعض الناس لا تدرك كذا الواقع ولكن ارجو ان يكون بعد الفاصل وهو كذلك شكرا جزيلا مولانا بعد الفاصل ابقوا معنا اهلا بحضراتكم مره اخرى مولانا الادراك الواقع ومن ثم المآلات وارجو ان تكمل لنا هذه الامثله لكي نعالج هذه المشكله التي ما زالت موجوده حتى الان منذ عده قرون والاختلاف حول مفهوم القهوه هل هي خمر ام لا حتى الان نحن وتصوير الفوتوغرافي حتى الان هناك مسلمون في هذا العام في هذا اليوم ما زالوا يفكرون بنفس هذه العقليه القديمه أدي لك مثال ثالث علشان نقفل حكاية عدم إدراك الواقع وده شغال الآن حكاية البنوك أه حكاية النقود الورقية إلى الآن مصممين إنه ذهب بقى الأئمة الكبار يجعلون العلة تعبدية ويجعلونها قاصرة وكذا إلى آخره وهناك مش قادر يتصور هذا لسه احنا في ال سنة بتاعت القهوه بتاعت التصوير وبتاع ما زلنا في البنوك الى الان وفي التعاملات الماليه الحديثه يضرب العلماء مثلا في هذا المجال ويتعلق بحكايه النقود الورقيه دي في مثلا يجي اجتهاد الاجتهاد ده بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه الزكاه مناطها الذهب والفضه زي ما من الربا مناطه الذهب والفضه اذا تعلق الزكاه بالذهب والفضه وتعلق الربا بالذهب والفضه، الذهب والفضه لم يعد وسيطه للتبادل. كل ده المجتهد بيفكر. ونصوا على ان الربا علته تعبديه. ولذلك ليس هناك ربا في الاوراق النقديه اللي معانا دي. سببه ايه؟ عند الامام الشافعي وعند ابو حنيفه وعند احمد بن حنبل بالنص. أن الذهب والفضة فيهم خصائص لا توجد في وسيط تبادل آخر وهذه الخصائص جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للتحريم اللي احنا بنقول عليها النهاردة أنها منع للتضخم من داخل النظام معلش طب والزكاة ما هي للذهب والفضة أيضا يبقى بلا زكاة يبقى الواحد يبقى معاه مليارات بس ما معهوش ذهب وفضة يبقى ما فيش زكاه لو وصل المجتهد بهذا الترتيب تعلق الزكاه بالذهب والفضه الذهب والفضه مش موجوده فما يبقاش في زكاه تخيل المقال بتاع هذا انه يبقى الواحد ما يطلعش الزكاه هينهار ركن من اركان الاسلام وينهار ركن من اركان الاسلام قوم يرجع يعرف ان هو غلط وان في غلطه هنا ايه هي الغلطه الغلطه ان تعلق الزكاه بالماليه وليس بالنقديه. الزكاه دي هدفها ايه؟ اغناء الفقير. اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. يعني الزكاه الهدف بتاعها مش زي الربا الظلم وكذا، ده الهدف بتاعها هو اغناء الفقير. السؤال الورق ده النقدي اللي في جيبنا بيغني الفقير ولا لا؟ لما بيدهوله يروح يصرفه في العلاج في الأكل في الشرب في المدارس في المواصلات في اللبس في السكن يبقى بيغنيه لأنه بيقضي حوائجه والغنى هو إيه قضاء الحوائج إذا ده متعلق بالمالية وإيه اللي يؤكد أنه متعلق بالمالية الزكاة أنها فرضت في الأموال مش فرضت في الذهب والفضه بس ده فرضت في السيوله المال السائل وعروض التجاره وفرضت في المواشي والغنم والبقر والابل وفرضت في الزروع وفرضت في الثمار وفرضت وهكذا وبعض التابعين فرضها في العسل وفي الزيتون و... ليه؟ اغناء للفقير الفقير عايز ياكل ويشرب ويكسي ويتعالج ويتعلم يبقى اذا دي للماليه ادي الغلطه هي لو انه قالها للنقديه هيقول انه زي ما فيش ربا ما فيش زكاه لكن لازم يقول انها للماليه كل ده مراعاة للمآلات وهو ده كلام الغزالي هو ده كلام الطاهر بن عاشور هو ده كلام الـ الـ الائمه كلهم وهم بينبهوا الا يتسرع الانسان في فتوى الا بعد الدراسه، فان اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر. طيب, طيب. مولانا بعد ما اتممنا هذا المفهوم الان ماذا عن المآلات بقى؟ يعني ماذا عن هل يمكن ان نقول بان الاسلام يشجعنا ان نكون مراكز فكريه لاستشراف المستقبل وللدراسات المستقبلية هل هذا أمر له تأصيل شرعي؟ الاستشراف المستقبل ليس من ضرب بالغيب ده استشراف المستقبل هو عبارة عن السير بسير منتظم مع معلومات سابقة يعني لما أقول لك 2 اربعة ستة 8 10 كمل كده هتقول 12 جبت الزيادة أنها 2 ليه من اللي فات من ان قلت اتنين اربعة ما قلتش اتنين تلاتة قلت اتنين اربعة ستة تمانية عشرة تقول على طول اتناشر اربعتاشر يقول الامام القرطبي في التفسير انه ده لا علاقة له بالحدس بالغيب ده عبارة عن قوانين موجودة وضرب لذلك امثلة من ضمنها السونار مثلا اللي كانوا بيدركوه انت هتخلي في ولد ولا بنت من سودات حلم حلمة الثدي فاذا سودت الحلمة اليمين تبقى بنت واذا سودت الحلمة الشمال تبقى ولد التجربة كده يعني هم تتبعوا فلقوه هذا إيه لما انا اشوف سحابة وسودة في وسطيها مركزها اسود إيه اعرف ان في مطر فنزلت المطر لما اعرف ان الشمس هتطلع من الحته دي هي بكره ما هو كل يوم بتطلع في الحته دي في ذات نفس اليوم من كل سنه وهكذا فده اللي هي الدراسات المستقبليه دي لا علاقه لها بالنهي عن الحدس بالغيب اللي هي العقليه الخرافيه بل دي عقليه علميه طيب ان احنا ندرس الغيب ندرس بكره هيعمل ايه ندرس خطه نحطها فالنبي عليه السلام كان يدخر قوت سنه لبيوته فده معناه انه بيعمل خطه لسنه علشان ما يحصلش فجوات طبعا في بقى الكرم والضغط بتاع الناس وكذا دي قضيه تانيه فكان لا يبقى اخر الشهر تلاقي كله خلص علشان ايه كان لا يرد سائلا وكان اذا دخل كان اجود الناس وكان اذا كان دخل رمضان كان كانه الريح المرسل صلى الله عليه وسلم يبقى اذا جاوبنا على هذا السؤال مسألة عدم مراعاة المقالات يا في الفكر أو في التخطيط أو حتى في في مجال الدعوة إلى الله كيف ترى هذا الأمر عدم وجود نظرة إلى مقالات ما يقدم اللخبطة هتبقى لخبطة التروس هتضرب في بعضيها التروس هتضرب في بعضيها ودي ده فن يعني تجد واحد درس الشريعة لكنه ما درس الواقع واحد درس الواقع لكنه ما درس الشريعة واحد درس الاثنين لكنه ما درس هذا الوصل بينهما اللي هو جزء لا يتجزا منه ادراك المآلات فده دراسه او يعني زي ما بيقولوا ايه علم وفن زي الطب كده، علم لكن فن أيضا يعني مش إيد كل واحد جراح زي الإيد التانية. في إيد مرتعشة وإيد ثابتة، فهناك دايماً في هذا المجال بيبقى علم وفن، الفن يعني إيه؟ خبرة. والعلم ده معلومات معاه مترتبة وهو دارسها ومستوعبها وحافظها وبيطبقها، لكن إيده يعني إيه؟ زي ما بيقولوا تتلف في حرير. لا دي يعني الخبره معناها الملكه فالملكه كيفيه راسخه في النفس بها تدرك المعلومات دي الجدع النجار لما يجي يعمل حاجه زي الترابيزه دي يعملها ما عملها اهو اجي عيني بس علشان اقطع حته خشب ابوظ الدنيا الملكه مش موجوده وهو بيعمل كده وهو بيتكلم وبيحل مشكلاته كده وهو قاعد شغال في لان ايده شغاله يبقى دي خبره لو قرا بقى وتعلم في نفس ذات الخبره بتاعته يبقى اعمق لانه هيبقى عارف هو بيعمل كده ليه وازاي ولما تظهر له مشكله ما يتحيرش فيها ما هيش محض خبره فكذلك العلم ده العلم ده لابد من مراعاة المآلات وإلا تتخبط الدنيا في بعضها على طول اه ونكر على الدين الذي ندعو إليه بالبطلان وده سبب رئيسي أديننا دلوقتي محاولات الجماعات الإسلامية أدينا لها سنة بقت بالفشل لماذا؟ لأنها لا تراعي المآلات لأنها لا تدرك الواقع لأنها لا تريد أن تعرف الفكر مش راضية تفكر ولا يعني يقول لك ده الفكر أخو الكفر ودي كفو فيه وراه ودي كفو فيه يبقى كفر زي فكرة وهذا سيودي بهم إلى الطريق المسلم أخيرا مولانا يعني هل طريقهم هذا هل سيأتي بالضرر فقط عليهم أم على الأمة ككل على العالم على العالم آه. على العالم واضح احنا شايفين العالم كله متأذي والعالم كله من نتاج هذا الفكر بيصاب ايه الذنب او ايه اللي جناه واحد ماشي في حاله في لندن ولا في باريس ولا في نيويورك وبعدين يموت يموتوه لا العالم كله مش لا الامه فقط ولا البلاد والعباد فقط ولا كذا لا ده الاسلام يضار كدين بتشوه صورته والبشرية بتضار كبشر بيتحملوا جرائم لا جريرة لهم فيها أشكرك جزيل الشكر فضل الدكتور أهلا وسهلا شكرا وسلم. جزيلا لحضرتك شكرا موصول لكم إلى اللقاء